عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وتكونوا ان شاء الله في صحه جيده. انا ان شاء الله غادي نفصل معاكم واحد الكسيوه، ولا هي بحال شكل جابادور، غادي تصاوب بالسفيفه والعقاد، وكتجي كيجي فوقاني في السفيفه والعقاد، والتحتاني كيجي بحال سر، كيجي سروال قندريسي صغيور. هاد البنيته هادي عندها 8 شهور، 8 شهور ولا 7 شهور. هنايا عندي هذا التوب اللي غيكون من الفوق، هذا الساتان، وهذا غادي يكون من التحت. هذا راه كيتيري هذا التوب، هذا كما كتشوفوا هنا نص متر، وهذا نص متر ديال التوب. خلاص غادي نحتاجو السفيفه ديال الصقلي، ومعها هذا المذبح ولا الكابلي، والعقيدات، العقاد مازال ما جبتهمش، ومعها هذا بحال شكل فراشه ولا بابيونه. هنايا غنديروها لها في الكتاف، هذه غدير في الكتاف ديال داك الجافادور، غنديروها في الاكتفاس كما كتشوفوا. راه كتشري هذه، كيتباع واجدين. غادي نحتاجوا السنسله، هاد السنسله المخفيه ولا المدفونه، باش غنديروها في هذا الفوقاني على حساب بنيته صغيره، خصنا نديروا لها سنسله باش نبقاو نحلوه ونلبسوه لها، باش ما تعذبش في اللباس. كما كتعرفوا هاد التوب ديال الساتر راه ما كيتيريش، غنديروها لها ان شاء الله في القدام. هادشي كله غتشوفوا معايا في الخياطه. دابا نبدا اول حاجه، غنبدا بالفوقاني، نحيد هذا ديال السروال. راه كتجي زويونه هاد الكسيوه، وفي نفس الوقت ساهله. انا اي حاجه سهله كنشاركها معاكم، باش ديروها الا بغيتوا لوليداتكم اللي كيتعلموا، ولا ديروها للكليان ديالكم في هاد العيد. هادو ديال تلبس نهار العيد ولا تلبس نهار 27. كما شفتوا هنا غنجيب هاد الثوب، طويته هنا على جوج، هادي الحاشيه، وغادي نجيب هاد الجهه هادي اللي مسدوده هنايا، وغادي نطويها لهنا لعندي. نخلي هاد الحاشيه هادي ما غاديش نحسبها، نخليها خارجه. صافي على هاد الشكل. هذا عندي في الكتاف 20، غنقسمهم على جوج، غندير 10، ونزيد ثمن الخياطه سنتيم. نهبط هنايا واحد جوج سنتيم ديال الكتاف، كما كتعرفوا الصغيورين كنهبطو لهم جوج سنتيم. والدوره ديال العنق، حيت صغيوره البنيته، غندير لها غير 4 سنتيم، ولا ندير لها 4.5، باش ما يجيوهاش، باش ما يجيهاش العنيق مفتوح بزاف، حيت غيكون بالسنسله كيدخل. وغادي نهبط جوج سنتيم في ديال الخلف، وندور هكا. هنايا غادي نطراسي غير بالسنتيم، غادي نصايل هاد النقط هادو. الطول ديال هاد الجبادر غادي يكون فيه 22، في القطعة الأولى غتكون فيه 22، وغتكون لاصقة فيه واحد القطعة من تحت الدايرة، غتكون جاية بالبلي، غندير فيها البليات، غتكون فيها الطول 10 سنتيم. دابا غادي نحط لها هنا العبر ديال الفوقاني بعدا، وغنزيد لها ثمن الخياطة، سنتيم غيمشي لنا من هنا ديال الخياطة، وسنتيم غيمشي لنا من هنا، هي غادي نزيد جوج سنتيم. هنا غادي نهبط 15 حسب التركيزات، التوب هذا ما كيتيريناش، غادي نهبطو فيه 15. هنا قبالتها تكون عندي 13، تكون عندي 12 على حساب هنايا. صافي الدوره ديال الصدر عندي فيها 14. غادي نديرو واحد الخط من هنايا، خط مستقيم من هاد النقطه هادي لهاد النقطه هكا، نديرو واحد الدوره، نطلعو من هنايا واحد جوج سنتيم، وندورو الدوره ديال التركيز ديالنا على هاد الشكل. هنا الدوره ديال الحزام هنايا غادي تجي، ما غايجيش هو في الحزام، غايجي هابط هاد الخياطه هادي، غتجي هابطه على الحزام شويه. كما كتعرفوا البنيته راه غير صغيوره. هنايا غادي نزيد على الدوره ديال الصدر،
غادي نزيد واحد جوج سنتيم صافي على هذا الشكل. وغندير هنا في خط الحزام غادي ندير واحد الخط. دابا هذا غنسميوه حنا خط الحزام، واخا هو راه جاي هابط على خط الحزام ماشي طالع، بحسب هي بنيتها عندها غير 7 شهور ونص. وغادي نجيب هذا البيستولي وغادي نسال من هذه النقطه هذه اللي درت ديال هنا ديال العرض الحزام لهاد النقطه هذه ديال التركيز. كما كتشوفوا هنايا من هاد الجهه ديال الخياطه ديال الجناب غادي نطلع واحد السنتيم هكا ونخرج هنايا في الوسط، ما غاديش ندي حتى للتالي باش ما يجيونيش الجنيبات طايحين. صافي هنايا نحيد الظهر وغادي ندخل واحد السنتيم هنايا في هاد التركيز ديال الامام على هاد الشكل هذا. هنايا غادي نهبط واحد 6 سنتيم الدوره ديال الامام نجيبو البيستولي من الاحسن ولا يمكننا ندورو غير بيدينا نديرو لها هكا باش يجينا العنيق داير مزيان على هذا الشكل. نقصوا واحد السنتيم من هذا الكتف ديال الامام صافي. هنا عندي 18 في الدوره ديال التركيز عندي في الطول ديال الكمام 19. غنزيد ثمن الخياطه غنزيد 2 سنتيم غندير لها في ليمونش غندير لها 9 في الدوره ديال راس الكم ندير لها 9 سنتيم. هنايا غادي ندير العرض ديال التركيز ديالي درت هنايا 17 وغادي نهبط هنايا 6 سنتيم بالنسبه للصغار الصغيرين الا كانوا كبيرين شويه كتهبطوا حتى ل 7. وغادي ناخذ خط هكا وهاد المسافة هادي غادي نقسموها هكا على جوج وهادي على جوج وهادي على جوج. العبار ديال الدراع عندي انا 23 في الدراع نقسموها على جوج غتعطينا 11 ونص. غادي نهبطو من هنايا من هاد النقطة هادي نهبطو واحد 5 سنتيم ونديرو الدورة ديال الدراع ديالنا صافي. هنا غادي نزيد واحد 2 سنتيم ديال الخياطة وغادي نجيب هاد البيستولي هذا هو الكم ديالي غادي نخرج من هنا واحد سنتيم وهاد النقطة هادي غادي ندخل هنا واحد سنتيم هكا. كما كنقول لكم هادو باش ما كيخليناش داك التبواق حدا في الدورة ديال الدراع تجي البياسة واقفة مزيان.
هنا راه عندي 18.5. صافي هادو هما الكميمات ديالنا. هنايا غادي ندير داك القطعه اللي قلت لكم غيكون فيها 10 سنتيم ديال البليات. غنجيبو هاد ديال الظهر وغادي نديرو الدوبل ديالو. يمكننا نزيدو عليه اكثر من الدوبل الا بغينا يجينا البليات بزاف. انا عندي هنايا 33، غندير هنايا 66. ها فين جاتني هنا، راه هذا عندي على جوج، واحد غيجيني هنا في ديال الظهر والقطعه الثانيه غتجيني في ديال الامام. ويمكن لي هنايا نزيد نخليه كامل على طوله، غنزيد عليهم هاد 8 سنتيم اللي بقات لينا، غنديرها حتى هي باش يجيني فيها البلي. صافي غادي نحط داك 10 سنتيم ديالي وغادي نزيد واحد السنتيم ديال الخياطه. هاد القطعات هما اللي غيجيوني من التحت كما كتشوفوا، يجيو هكايا بلي بلي، نديرو لهم هكا على هاد الشكل. الخياطة ان شاء الله غادي تشوفوا معايا الطريقة. دابا سالينا من القطعة الفوقانية، غادي نصاوبو، غادي نفصل معاكم السروال. هنايا غادي نفصل السروال كما شفتو، هنا جبت هاد التوب طويتو على جوج هنايا، وليت هكا عاود طويتو على ربعة، ودرت في العرض ديالو 23. هنا غادي نحط في الطرار ديال السروال، عندي 29 طول السروال. غنخلي هنايا واحد 5 سنتيم ديال لاستيك، ما غاديش نحسبوها، وغنحطو الطول ديال السروال ونزيدو الخياطه من التحت، غنزيد 2 سنتيم، هي غندير 31. وغادي ندير خط. الدوره ديال الحزام، ديال الحزام 13 ها هي. وغنزيدو القيمه ديال لاستيك باش يجينا مرخوف السروال. كما كتعرفوا هذا غيجي بحال سروال قندريسي صغيور. غادي نزيد عليه هنايا 7 سنتيم، نزيد غير 5 سنتيم بركه، على حساب هي بنيته صغيره باش ما يجيهاش عريض بزاف من الفوق. هنايا غادي نخلي هذا العرض اللي فيه باش يجينا السروال من التحت عريض، ما يجيش مزير بحال الكره، غيجينا بحال شكل قندريسي. غادي نحط الدوره ديال السروال من التحت، غندير فيها 9، وغادي نزيد 2 سنتيم ديال الخياطه، لحقاش غيمشي سنتيم من هاد الجهه وسنتيم من هاد الجهه هادي هكا. هذه هي راس السروال، مي غادي يدخل لنا الرجيله ديال البنيته هي هادي. هنايا غادي ندير داك الهبطه ديال القاعده. انا هنا غادي ندير فيها 19، ما بغيتهاش هاد السروال هذا، ما بغيتوش يجيني هابط بزاف. بالنسبه للسروال القندريسي راه كاين اللي كيطلع من هنايا غير 4 سنتيم، وكاين اللي كيطلع 10 على حسب. انا بنيته صغيره ما بغيتوش يجيني مدلدل بزاف، غادي نخلي لها 19 ها هي. ومن هاد 19 هادي غادي نخرج هكايا، ولا غادي نجي من هنا يجينا مقوس على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا هكاي.
تجي على هذا الشكل. غادي تخيط من هنا من الجناب وغيتخيط من هنايا، وحتى هنايا غادي نديروا له داك السفيفه اللي عندنا الفوق اللي قلت لكم غنديرها في القطعه الفوقانيه، غندوزها لهنايا في الدوره ديال الرجل هنايا، وصافي. وهنا غنديروا له لاستيك باش غادي يتجمع لنا. هذا هو السريول ديالنا، راه ساهل في الفصاله ديالو. الى عجبتكم الطريقه ديال الفصاله ما تنساوش تخليو لنا جيم وديروا اشتراك اللي ما مشاركش في القناه، وتخليو لنا التعليقات ديالكم المشجعه. السلام عليكم ورحمه الله.